الله يعطيك العافية يا حنونتي. أهلين ياسين، شو شايفتك لحالك؟ وين المعازيم؟ المعازيم؟ أيوة هلأ بدي روح جيب المعازيم. لوين وصلتي بالطبخة؟ حطيتها على النار، هلأ بحضر السيرفيس. لك عم فضي هالعوامات بجاط كبير لبينما أروح أنا أجيب ستي وجدي وإجي. أي يلا بسرعة، مو بقيان غير نص ساعة للفطور. على علمك اتصل شي هيثم بغيابي؟ لا، ليش بقى؟ ما في شي، عن إذنك لروح جيب ستي وجدي. أحلى يكون هيثم ما صار معه شي. يا ترى هيثم رح يقدر يأمن لي الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ لو ما قدر يأمنه كان رجع وقال لي. أحسن شي لا أطلع أستنى فوق قدام الباب، أحسن ما يطلع لي هلأ أبو مروان وخد بقى على سين وجيم وسين وجيم.